ثنائية أبو بكر وتاليسكا أكثر من مرة هي من يجلب النقاط بالنسبة للنصر، واضح التفاهم، واضح التعاون ما بين اللاعبين من أجل خدمة الفريق. فعلا هي ثنائية من بشكتاش، يعني مش استمرت هنا واضحة وجلية. اللاعبين لاعبين كبار جدا، لما يجوك لعيبة كبار ويعملوا ثنائية يعني شوف ايش حيصير، يعني ننتظر منهم أكثر بالتأكيد وأكثر. مبروك للنصر، 3 نقاط جدا مهمة، واضح جدا الفريق عائد للمنافسة وبقوة. أعتقد رابع مباراة على التوالي فوز صحيح، أعتقد كذا، صحيح ما شفناها في النصر من الموسم الماضي. يمكن هذه دليل على أنه فعلا الإصلاحات اللي بتتعمل في الـ في الـ في النصر واللي في البرنامج هنا تكلمنا عليها كثيرا، مسلي المعمر واضح مش واضح اشتغل عليها وغيرها وبدلها ولسه أمامه شغل كبير. عشان تعرف النقد ايش فائدته، خاصة النقد البناء اللي بدون مصالح شخصية، البعيد عن مصالح الشخصية. المباراة اليوم فعلا زي ما ذكر المبدع أبو نايف العامل النفسي، هذه مباراة اليوم مباراة العامل النفسي. اترك المدربين برا، حتى مدرب الفتح مع احترامي له ماله بالتكتيك اليوم، وماله علاقة باللي صاير اليوم من فريق الفتح اللي ابدع اليوم بالتأكيد في ظل النقص الكبير. ليش؟ اول شيء تكلمتوا قبل شوي انتم مباراة مثل هذه اعدادها اصعب. طبعا في علم النفس الرياضي في شيء اسمه شحن وتفريغ. الشحن يجي في المباريات لما تواجه فريق اقل، تبدا تشحن اللاعبين عشان ينزلوا المباراة وهم متفاعلين مع المباراة فعلا من اول دقيقة. المباريات الكبيرة مثلا النصر وهلال هنا تعمل تفريغ للاعبين لانه مشحونين اصلا، نازلين المباراة مشحونين، وهذا في علم النفس بالتاكيد. اللي حصل اليوم لاعب النصر نازلين المباراة يعني في اي دقيقة حينفوز وفي اي وقت حنسجل، لهذا شفنا هذا اللي شفناه اليوم، لاعبين على الواقف، ما في تحركات، ما في اي مجهود في الفريق، وبالتالي كادت تنتهي المباراة والنصر لم يسجل مع فريق ناقص عناصريا اليوم كلاعب مدافع من الشوط الاول مطرود وناقص نجومه بسبب كورونا. انتهت المباراة في النهاية بمجهود نجوم النصر، كله نجوم صراحة، لاعبين على مستوى عالي، لكن طبعا الأداء النجومية تحتاج إلى أداء. اليوم كان العامل النفسي واضح جدا. نجي للفتح سريعا. الفتح لاحظ معايا ليش أقول لك المدرب ما له دور، مباراة الأهلال واليوم النصر ضد فريقين كبيرين، أحسن مباريتين تشوف الفتح في التنظيم الدفاعي، وأراهن على هذا. شوف الفتح هو كامل العناصر، تنظيم دفاعي سيء في كل المباريات. اليوم الفريق لأنه ناقص اللاعبين بنفسهم، الشباب هذولا مركزين، يبغوا يدافعوا، يثبتوا ان احنا اللي يبغى يثبت انه نجم، اللي بيثبت انه النقص ما في مشكله، وبالتالي العوامل اللي تعرف انت الابداع يولد من رحم المعاناه، معاناه الفريق في كورونا الله يشفي كل المصابين. فشفنا التنظيم الدفاعي، مدرب الفتح السؤال ليش ما تلعب بالطريقه هذه وفريقك كامل؟ الفتح صدقني لو يلعب بالطريقه هذه زون ديفنس، هجمات مرتده، عندك باتنا، عندك كويفا، عندك نجوم كثر، حتفوز في مباريات كثيره وحتنافس في الدوري. مدرب الفتح للاسف لما يكتمل الفريق يلعب على الاستحواذ وكانه الهلال كانه النصر، وبالتالي يخسر كثير من المباريات. مبروك للنصر، فوز مهم جدا بعيدا عن المستوى اليوم، وهار لك للفتح مو مهار لك للفتح، مبروك للفتح. هذول الشباب الصغار واضح في عمل في الفئات السنيه، الحارس البحراني، الجعيدي اعتقد، في لاعب اسمه جاسم اللي عمل الاوفر بالشمال لفراس، الكره اللي ضاعت بصوره غريبه اوفر واحد شمال صح، لاعب اسمه مشعل في الدفاع. صراحه برافو برافو الفتح، شكرا لكم وسلامات، ان شاء الله يرجعوا اللاعبين سريعا ان شاء الله.